المسعف اليافع مشروع يقام للمرة الأولى في سوريا من قبل الغرفة الفتية الدولية GCI، ويتضمن حقيبة تدريبية لليافعين واليافعات على مبادئ الإسعاف الأولية في عدد من المدارس الحكومية والجمعيات والمؤسسات التنموية والمراكز المجتمعية في دمشق وريفها. حبينا اليوم احنا ننزل للفئات اليافعين لانه هن اللبنه الاولى لصناعه المجتمع، واللي هن الاساس اللي حيقوم عليه المجتمع اللاحق بهذا الكلام، لان الاحتياج اليوم بمسعف اليافع هو القدره على التعامل مع الحالات الطبيه الطارئه ضمن المجتمعات الصغيره، سواء من البيت، من المدرسه، من المعهد او حتى من الشارع بحد ذاته، فمن هون انخلق الاحتياج الاساسي لبناء هذا المشروع اللي هو المسعف اليافع. يهدف المشروع إلى بناء فريق من المسعفين القادرين على تدريب أقرانهم على مبادئ الإسعاف الأولي، إضافة إلى التعاون مع وزارة التربية لإعداد برنامج تدريبي موحد حول الإسعاف الأولي. نحن استفدنا من هذا المشروع كتير، يمكن صرنا نطبقه بحياتنا اليومية، صرنا نتعلم وصححنا الأشياء الخاطئة اللي كانت عنا، يمكن هذا الشيء صرنا هلأ نطبقه بمفاهيم صحيحة بالمدرسة أو بحياتنا اليومية بالشارع. إذا شفنا أشخاص بهذه الطريقة يمكن نشوف شخص بالشارع أو بأي مكان، بمكان عام أو بأي مكان، أنه عم يختنق أو عم يصير له شيء، فنحن صرنا نطبق هذا الشيء بشكل صحيح ومفهوم صحيح. أخذنا مناورة هاملس، أخذنا كيف ننقذ واحد فاقد الوعي، وأخذنا أنه واحد فاقد غيبوبة نتيجة غرق أو ضيق تنفس. مدتها 3 أيام بس كانت مكثفة، يعني خلال 5 ساعات أو 6 ساعات متواصلة. من أهم مخرجات هذا المشروع هو مرحلة جديدة من التدريب المتقدم يتم فيها تدريب عدد من اليافعين بعد اجتيازهم عدة اختبارات تؤهلهم ليكونوا مثقفين أقران.